هنا أنقلكم لتقييم ليس لي بل للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والمصدر كتاب صدر عن مركز نشر آثاره. الكتاب اسمه أستاذ مطهري وروشان فكران، يعني الأستاذ مطهري والتنويريين أو مع التنويريين. انتشارات صدرة صفحة 34 من النسخة الفارسية، وهي عبارة عن كتابات وملاحظات كان قد تركها الشهيد على مقمشا بها الكتب التي يقرأها. قال مانند غالب نوشته های نویسنده از نظر ادبی و هنری اعلاست. هذا الكتاب يعني معرفة الإسلام كغالب كتابات هذا الكاتب من الجهة الأدبية والفنية أعلاست راق، وأز نظر علمي متوسط، ومن الجهة العلمية متوسط، وأز نظر فلسفي كم ترز متوسط، ومن الجهة الفلسفية أدنى من المتوسط، وأز نظر ديني وإسلامي صفر است.